السحاب الأمريكي من أفغانستان خلق هاجز وخوف كبير لدى الأهالي في المنطقة. القواعد الاجتماعية والمجتمعات المحلية في المنطقة اليوم تعيش حالة إحباط ويأس وترغب بهجرة لذلك فإن السحاب الأمريكي إن حصل وهو مستبعد حاليا سيرافق ذلك هجرة جماعية كبيرة ما سيؤثر على السلطات المحلية. لذلك على قوى سوريا الديمقراطية أن تعي جيدا لنا الدخول في حالة اندماج مع المجتمع المحلي وتشكيل كتلة سياسية واحدة من شأن أن يخفف ويبدد هذه المخاوف. أمريكان دولة المصالح بشكل عام، عندما ينتهي المصالح تنسحب الأمريكان بكل بساطة، كما انسحب من أفغانستان، كما ينسحب من العراق، وغدا سينسحب من سوريا. إذن على الشعب الشعوب العالم كله أن يفهم السياسة الأمريكية في المنطقة. تختلف الظروف القائمة في سوريا عما يحدث في أفغانستان، فلا يزال الخطر الداعشي قائم هنا في مناطقنا من خلال الخلايا النائمة والأشخاص الذين يعملون على إثارة الإرهاب في مناطقنا. طبعا حصلنا على الكثير من التأكيدات من الإدارة الأمريكية وقيادات في التحالف الدولي حول استمرار شراكتنا معهم في قوات سوريا الديمقراطية، وهذا ما تحديدا كان يتمحور حوله خطاب الجنرال كالفرت في الاجتماع السنوي للمجالس العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية الذي تم عقده مؤخرا. وطبعا نحن لازلنا نعمل على العديد من المجالات التي سوف تتطلب وقتا أكثر لتأمين المنطقة وتأمين سلامة المدنيين وإبعاد الخطر الإرهابي عن مناطقنا.